ليتس جو. قبل بدء المراجعة يوجب التنويه أن الناشر أعطانا نسخة لمراجعتها، وإحنا بدورنا حاولنا نقدم مراجعة حقانية وموضوعية بدون مجاملات أو افتراءات. أهلا بكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. أنا أحمد زوب وأقدم لكم النهاردة ريفيو لعبة ويف تيل على بلاي ستيشن 5. لعبة ويف تيل هي لعبة مغامرات بلاتفورمر من منظور الشخص الثالث. اللعبة تشبه رايم، كينا بريدج اوف سبيرتس وافتر اس. القصة بتتكلم عن بنت شابة اسمها سيجريت، بسبب الفيضان الرهيب اللي اجتاح العالم بتحلم بس بإيه اللي ممكن يكون بره الجزيرة. البنت ومع جدتها يقومون معا بصيد المخلوقات الغريبة التي تعيش في الضباب. مع تصاعد التهديد والفطر تقع المسؤولية بالكامل على سيجريت للمغامرة في المجهول للبحث عن أراضي جديدة واكتشاف طريقة لوقف الكارثة. يمكنك ركوب البحر بمساعدة كائن غامض يعيش في المحيط. كل المسارات اللي بتوديك لهدفك مليئة بالانزلاقات والمنحدرات اللي بتتيح لك الانطلاق بأسلوب مبهر عبر البحر الواسع. معظم الأهداف تتطلب منك الصعود لأعلى الهياكل لجمع العناصر أو تشغيل الأجهزة. على الرغم من أن المهمات مفيش فيها تنوع كبير، إلا أن تسلق البيئة متعة جميلة. في عندك أشياء ممكن تجمعها وتساعدك في إكمال المهام الجانبية. الرسومات في اللعبة مصممة بتأثير كبير من فترة التسعينات وعاملة جو ساحر. أما الصوت مش أحسن حاجة خالص، فمخلي فيه كتير من الأوقات التجربة سطحية ومملة. من الآخر كده، لعبة ويف تيل ادتني ميكس غريب، بس الأكتر إنها عجبتني، فأنا شايف إن أنت تجرب وتقرر بنفسك. اللعبة متوفرة على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز وإكس بوكس 1 وبي سي ب$30. كان معكم أحمد زوم على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز.